كان السؤال إذا عاد الفريق أحمد شفيق، السؤال هنا يعني بعد العودة هيبقى في سؤال أكثر أهمية، هل سيخوض الفريق أحمد شفيق انتخابات الرئاسة القادمة؟ يعني حينما تعود هل ستخوض انتخابات الرئاسة؟ البدائل التالية هقولها لحضرتك. إذا أنا فندم، إذا أنا وجدت إصرار وتكليف من عدد من المواطنين الكرام، الشأن اللي مريت أنا بيه بالظبط في انتخابات المرة اللي فاتت، إذا لقيت تكليف من الحجم يعني اللي يكفي خليني أعتقد إن دي تخليني أفوز الانتخابات أو أتلقى هذا التكليف وألتزم به، قد أخش الانتخابات، قد أخش الانتخابات، لكن مش هخش أبدا عشان خاطر أتسابق مع ده ولا ده ولا ده. أنا راجل نجحت في الانتخابات السابقة، مؤكدا نجحت.